بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الأشهب وموعدنا إن شاء الله اليوم مع المحاضرة التاسعة من محاضرات مقرر الإحصاء الهندسي ونظرية الاحتمالات وهي بعنوان Estimation of Populations Mean أو بالعربي استنتاج متوسط المجتمع هنتكلم إن شاء الله خلال المحاضرة دي عن الموضوع الرئيسي اللي هو Estimation of Populations Mean وهنتعرف على طريقتين الاستيميشن اول طريقه هي البوينت استيميشن والطريقه الثانيه اللي هي انترفال استيميشن في الانترفال استيميشن هنتعامل مع حالتين الحاله الاولى ان البوبيوليشن بيتبع النورمال ديستريبيوشن والسيجما بتاعته معروفه الحاله الثانيه انه برضه بيتبع النورمال ديستريبيوشن بس السيجما غير معروفه ونتعرف كمان ازاي نحسب السامبل سايز اللي تحقق لي كونفيدنس ليفل معين كنا عرفنا في المحاضره الاولى ان الاستاتستكس ممكن نقسمها لنوعين ديسكريبتيف ستاتستكس وانفرينشال ستاتستكس وقلنا المحاضره اللي فاتت بدانا نتكلم على الانفرينشال ستاتستكس قلنا الانفرينشال ستاتستكس ببساطه ان انا بيبقى عندي بوبيوليشن عايز اوصفه فباخد منه سامبل وعرفنا المره اللي فاتت السامبلنج ديستريبيوشن عامل ازاي وايه هي مواصفاته وبعدين من خلال السامبلنج اللي انا باخدها بقدر اعمل عمليه استنتاج للبارامترز الخاصه بالبوبيوليشن زي المين مثلا والستاندرد ديفيجن فاحنا موضوع المحاضره بتاعتنا النهارده ان احنا ازاي نعمل استيميشن للمين بس طبعا هنعمل استيميشن للمين من خلال السامبل وعرفنا ان السامبل بتتبع ديستريبيوشن معين اسمه سامبلنج ديستريبيوشن وده كان المتوسط بتاعه اللي هو ميو اكس بار كان بيساوي الميو اوف بوبيوليشن والسيجما اكس بار كانت بتساوي سيجما بوبيوليشن على جذر ان طبعا احنا في المحاضره دي عايزين نتعلم ازاي نعمل استيميشن للمين فبالتالي المين او بوبيوليشن هيكون قيمه غير معروفه وهنتعلم ان شاء الله ازاي نعمل لها استيميشن هنبدا دلوقتي نتكلم على الاستيميشن ازاي نعمل استيميشن اوف بوبيوليشنز مين عندي طريقتين للاستيميشن، أول طريقة بنسميها بوينت استيميشن، تاني طريقة بنسميها إنترفال استيميشن. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن البوينت استيميشن. البوينت استيميشن عبارة عن إيه؟ بيقول لي: a point estimate is a single value of estimate for a population parameter. يعني أنا هعرف الـ population parameter بقيمة واحدة بس. the most unbiased point estimate of the population mean mu is the sample mean x bar. يعني ببساطة إن أنا هاخد سامبل مكونة من إن يونتس وهحسب لهم الإكس بار وهقول إن الإكس بار دي هي عبارة عن البوينت استيميت للميو أوف بوبيوليشن. طيب نشوف المثال ده بيقول لي هنا random sample of 32 textbook prices يعني عندي المجموعة دي هي عبارة عن أسعار 32 كتاب طبعا 32 كتاب دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن random sample من ال is taken from a local college bookstore اللي هي مكتبة في كلية معينة المطلوب بقى هنا بيقول لي find a point estimate for the population mean mu فطبعا الحل هنا ببساطة خالص ان انا بحسب الاكس بار بجمع ال32 قيمة دول واقسمهم على عددهم يبقى انا كده طلعت قيمة الاكس بار هنا طلعت مثلا ب74 فبقول the point estimate for the population mean of books in the bookstore is 74.22 دولار لو سألتك بقى سؤال هل انت واثق بنسبة 100% ان الاستيميشن اللي انت عملته ده صح وان فعلا الميو اوف بوبيوليشن هتساوي الرقم ده ولا لأ هتقول لي طبعا اكيد انا مش واثق من الرقم ده بنسبة 100% ليه؟ لأن ببساطة لو أنا أخدت سامبل تانية وثالثة ورابعة كل واحدة فيهم هيطلع ليها إكس بار مختلفة عن التانية فبالتالي احتمالية ان الحل ده يكون حل صحيح او درجة الثقة هي عبارة عن ايه صفر في المية يعني احتمال ان المين of the population يطلع بالظبط بيساوي القيمة دي اللي هي 74.22 دي احتمالها صفر في المية صفر في المية ليه لان انا كل ما هاخد سامبل هيطلع عليها اكس بار مختلفة عن دي فبالتالي احتمال ان كل مرة السامبل تطلع عليها نفس القيمة هيكون كام صفر في المية فبالتالي درجة الثقة او الكونفدنس ليفل في الحل ده عبارة عن صفر في المية. طيب افرض ان انا عايز درجة ثقة اعلى شوية لو عايز بقى درجة ثقة اعلى هتضطر تستخدم الانترفال استيميشن انترفال استيميشن ببساطة او الفرق بين الانترفال استيميشن والبوينت استيميشن ان البوينت استيميشن احنا كنا بنفرض قيمه محدده انما في الانترفال استيميشن فانا بفرض رينج مكون من قيمه مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو فده عندي يعتبر هو الانترفال استيميت يبقى في الحاله دي بدل ما بقول ان الاستيميت اوف ميو بيساوي رقم معين لا انا هنا بقول ان الاستيميت اوف ميو بيساوي رينج معين بيبدا من قيمه معينه اللي هي المينيمم فاليو وينتهي عند قيمه معينه اللي هي الماكسيمم فاليو فدي عباره عن الانترفال استيميشن طيب علشان اعمل انترفال استيميشن لازم اكون عارف حاجه اسمها كونفيدنس ليفل كونفيدنس ليفل ممكن نسميها بالعربي مستوى الثقه او درجه الثقه في الاجابه بتاعتك علشان نوضح العلاقة بين الانترفال استيمت والكونفدنس ليفل هنفترض ان انا عندي البوبيوليشن بيتبع نورمال ديستريبيوشن بالشكل ده وانا عايز اعمل انترفال استيميشن للمين بشرط انه يكون الكونفدنس ليفل 100% 100% يعني انا عايز اضمن ان الاجابه بتاعتي تكون صح بنسبه 100% فبالتالي علشان اضمن ان الرينج اللي انا حدده اكيد يحتوي المين فهقول ان انا هاخد اقصى قيمه على اليسار واقصى قيمه محتمله على اليمين فهي في الحاله دي هتبقى نيجاتيف انفينيتي وبوزيتيف انفينيتي يعني معنى الكلام ان الانترفيل است في الحاله دي هيكون من نيجاتيف انفينيتي الى بوزيتيف انفينيتي، يعني هقول لك ان الميو اكبر من او يساوي نيجاتيف انفينيتي واصغر من او يساوي بوزيتيف انفينيتي، طبعا الكلام ده غير منطقي او غير مفيد، بس انا اضطريت اقوله ليه؟ علشان اضمن ان اكون واثق بنسبه 100% ان الحل بتاعي صحيح. فبالتالي ان الكونفدنس ليفل تكون 100% دي هتجيب لي حل غير منطقي فبالتالي كونفدنس ليفل 100% تعتبر قيمه غير مقبوله لانها هتؤدي لي الى نتيجه او استيميشن انترفال غير مقبوله طيب يبقى انا علشان اجيب استيميشن انترفال مقبوله شويه لازم اقلل من قيمه الكونفدنس ليفل فمثلا ممكن اخد الكونفدنس ليفل ب 90% فبالتالي هتوقع ان الكونفدنس انترفل هتكون اقل شويه والميو هتكون اكبر من او يساوي واصغر من او يساوي ارقام محدده، وبالتالي عمليه الاستيميشن هتكون افضل. طيب دي هنعملها ازاي ببساطه؟ هفترض ان المين قيمه معروفه وليكن مثلا المين هنا بيساوي 100. طيب فانا لما بحدد ان الكونفدنس ليفل بيساوي 90% فمعناها ان انا عايز احدد رينج الرينج ده احتماله بيساوي تسعين في المية بمعنى ان لو خدت اي سامبل وحسبت لها الاكس بار احتمال ان السامبل دي تقع في الرينج ده اللي هو من اكبر قيمة حددتها هنا الاصغر قيمة بيساوي تسعين في المية فبالتالي الاريا دي كلها عبارة عن كام عبارة عن تسعين في المية فهنتعلم مع بعض بعد شوية إن أنا لو حددت الكونفدنس ليفل وليكن مثلا ب 90% زي الحالة دي إزاي أقدر أحسب المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو اللي بيحددوا لي الانترفال استيميت طبعا أنا لما بعمل استيميشن للمين بيبقى في عندي ايرور يعني لو أنا فرضت مثلا إن ده البوبيوليشن ودي كده قيمة الميو أنا هعمل إيه بقى؟ هاخد سامبل وأحسب للسامبل دي إكس بار فدي كده عبارة عن الاكس بار لو انا قلت ان الاكس بار دي هي عبارة عن المين فبالتالي انا عندي قيمة للايرور اللي هي عبارة عن الفرق بين الميو والاكس بار فبالتالي بعرف حاجة هنا اسمها سامبلينج ايرور يبقى السامبلينج ايرور ده عبارة عن the difference between the point estimate x bar and the actual population parameter mu is called sampling error يبقى الفرق بين الاثنين اللي هي ميو ماينس الاكس بار دي عباره عن السامبلنج ايرور طيب the maximum value of the error can be calculated using the level of confidence اللي احنا قلناها من شويه لو انا حددت انها 90% فمعنى 90% ان القيمه الماكسيمم لو انا طرحتها من الميو هيجيب لي الماكسيمم ايرور اوف استيميت ونفس الكلام برضو لو انا طرحت الميو من المينيمم فاليو هيجيب لي الماكسيموم ايرور اوف استيميت يبقى انا عندي دي عباره عن الايرور دي عباره عن قيمه الايرور ودي عباره عن قيمه الماكسيمم ايرور اللي هي هنرمز لها بالرمز اي e بعد شويه طيب يبقى علشان نحسب الماكسيموم ايرور اوف استيميت اللي احنا قلنا هنرمز له بالرمز اي e. هنحسبه من المعادله دي اللي هي زد الفا على الاتنين مضروبه في سيجما اكس بار وطبعا احنا عرفنا ان السيجما اكس بار هي عباره عن سيجما على جذر ان ففي حاله ان السيجما تكون معروفه والسامبل سايز طبعا بيكون معروف بقدر احسب السيجما بار بسهوله وبجيب الزد الفا على الاتنين من جداول الستاندرد نورمال ديستريبيوشن فهنا بيقول جيفن level اوف confidence فانا اللي هو عباره عن المساحه اللي بتوين الماكسيمم والمينيموم فاليو اوف انترفال استيميت اللي هي الماكسيمم ايرور اوف استيميت دي اللي هي قلنا بنسميها ايه ممكن تلاقيها في اكتر من مرجع باكتر من اسم فاحيانا هتلاقي بعض المراجع بيسموها مارجن اوف ايرور او ساعات بيسموها ايرور توليرنس يعني التجاوز اللي انا بسمح بيه للخطا طيب فبالتالي الماكسيمم ايرور اوف استيميت بنرمز له بالرمز اي از ذا جريتست بتوين ذا بوينت استيميت اند ذا فاليو اوف ذا باراميتر ات از يبقى كده عرفنا يعني ايه maximum ايرور اوف أستمت لو بصيت على الرسمه اللي قدامي دي هنفرض مثلا ان قيمه الميو هفترض انها معروفه وليكن مثلا بمية وهفترض ان انا حسبت الماكسيمم ايرور اوف أستمت اللي هو الاي وليكن مثلا طلع ب 10 فبالتالي طول المسافه دي بيساوي اي وطول برضو المسافه اللي على اليمين دي بتساوي الاي طبعا لو انا رسمت هنا النورمال ديستريبيوشن خلينا نرسمه كده تحت لو انا رسمت النورمال ديستريبيوشن وليكن بالشكل ده فلو انا نزلت بخط من البدايه وخط من النهايه المساحه اللي جوه دي اللي احنا كنا قلنا ان هي بتساوي الكونفيدنس ليفل فيبقى معنى الكلام ان احتمال ان انا اخد سامبل والاكس بار بتاعتها تطلع موجوده بين القيمتين دول دي احتمالها هيساوي قيمة الكونفيدنس ليفل اللي هي وليكن مثلا في الحالة اللي فاتت دي كنا حسبناها أو فرضناها ب 90% طيب يبقى معنى الكلام ان انا لما هاخد سامبل السامبل دي احتمال 90% ان هي تقع في الرينج ده هفترض مثلا ان انا اخدت سامبل وحسبت لها قيمه الاكس بار الاكس بار طلعت وليكن مثلا ب 105 ف 105 معناها انها هنا يعني بعيده عن الميو بكام؟ بخمسه طيب لما هقول ان الماكسيمم ايرور اوف استيميت بيساوي 10 يبقى في الحاله دي هقدر اقول ان قيمه المين موجوده بين 105 ناقص 10 و105 زائد 10 فمعناها ان الرينج ده هيبقى بيساوي 105 ناقص 10 هيديني هنا 95 و105 زائد 10 هيديني هنا كام 115 طبعا واضح جدا ان الميو اللي هي بتساوي 100 موجوده فعلا في الرينج اللي هو من 95 الى 115، فبالتالي يبقى الاستيميشن انترفيل صحيح. طيب ناخد حاله ثانيه هنفترض مثلا ان قيمه الاكس بار طلعت اقل من القيمه المينيموم اللي هي هنا كنا قلنا انها كام؟ 100 ناقص 10 يعني دي 90 وهنا 100 زائد 10 يعني دي 110. طيب هنفترض انها جت هنا جت هنا يعني هنقول مثلا إن الإكس بار طلعت أقل من 90 يعني وليكن مثلا 85 ف 85 لما نطرح منها الإي اللي هي ب 10 هيديني هنا دي 75 لما نزود عليها 10 هيديني هنا كام؟ 95 فطبعا 95 يعني قيمة أقل من الميو فبالتالي الرينج اللي هو من 75 إلى 95 الرينج ده لا يحتوي قيمة الميو اللي هي ب 100 فبالتالي الاستيميشن هنا هيكون غلط يبقى انا لما بحدد ان الكونفيدنس ليفل بيساوي 90% معناها ان بسمح بنسبه خطا بتساوي 10% خطا بيساوي 10% يعني حدوث الحاله دي محتمل بنسبه 10% وحدوث حاله زي دي اللي هي الحاله المقبوله ده بيساوي تسعين في المية فلازم نبقى فاهمين كده ان انا لما باخد كونفدنس ليفل بقيمة معينة معناها ان في عندي احتمال للخطأ فمثلا الحالة زي اللي قدامنا دي هفترض ان انا واخد ميت سامبل فميت سامبل يعني انا حصلت على ميت قيمة للإكس بار وبالتالي حصلت على ميت انترفل وليكن مثلا هندرس الانترفل الاولى دي هنا قيمة الإكس بار وهنا قيمه المينيمم فاليو وهنا الماكسيمم فاليو طبعا الخط اللي في النص ده بيعبر عن الميو فبالتالي السامبل الاولى دي الاستيميشن بتاعها كان سليم لان فعلا الميو بيقع بين و والماكسيمم فاليو للانترفال دي طبعا كل القيم اللي هي بالازرق دي هتلاقي قيمه الاستيميشن بتاعها صحيح لان هو فعلا بيحتوي قيمه الميو انما لو خدنا مثلا الحاله دي اللي هي بالاحمر فهتلاقي ان لو هي دي قيمه الميو اللي طلعت وبالتالي دي قيمه المينيمم اوف انترفيل ودي الماكسيمم فاليو اوف انترفيل فبالتالي لو لاحظنا هنا هنلاقي ان قيمه الميو مش موجوده في الرينج ده فبالتالي عمليه الاستيميشن دي كانت عمليه خطا وبرده عمليه الاستيميشن هنا كمان كانت عمليه خطا لانها انتهت ايه قبل قيمه الميو مباشره فبالتالي هي لا تحتوي الميو فلو فرضنا ان دول عبارة عن 100 سامبل وطلع منهم اتنين فيهم ايرور فبالتالي ممكن نقول ان الحالة اللي قدامنا دي بتمثل ليفل اوف كونفدنس ب 98% لان في احتمال 2% ان تطلع الانترفل استيميت لا تحتوي المين وبالتالي هي القيمه بتاعتها خطا طيب دي حاله برضو كده بسيطه بتعرفني لو انا اخذت مجموعه من السامبلز هنتكلم مثلا عن السامبل الاولى كده بسرعه السامبل دي اخذت اربع قيم ادي القيمه الاولى ادي الثانيه الثالثه الرابعه حسبت لهم الاكس بار طلعت القيمه دي وبعدين حسبت قيمه الاي e اللي هي الماكسيمم ايرور طلعت بالقيمه دي فمره حطيتها بالنيجاتيف مره حطيتها بالبوزيتيف طبعا لو انا عملت الاستيميشن بالقيم دي هيطلع ان عمليه الاستيميشن هنا غلط ليه؟ لانها لا تحتوي المين، فبالتالي لما اقول ان المين قيمته بتتراوح بين كذا اللي هي المينيمم فاليو اللي هنا وكذا اللي هي الماكسيمم فاليو، عمليه الاستيميشن بتاعتي هتكون خطا لانها المين لا يقع في الانترفال دي. انما لو خدت مثلا الحاله الثانيه دي ان انا اخدت اربع قيم ادي مثلا او خمس قيم ادي القيمه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، حسبت لهم المين طلع القيمه دي. وحسبت الايرور طلع بالقيمه دي فبالتالي الاستيميشن Interval فعلا بتحتوي المين فبالتالي هنا ممكن اقول ان الكونفدنس Interval انكلودز ترو مين فبالتالي السامبلز اللي هي باللون الاخضر دي كلها عمليات استيميشن سليمه انما اللي باللون الاحمر او اللون البرتقالي دي عمليات استيميشن ايه؟ خطا لان الكونفيدنس interval excludes ترو mean يعني الكونفيدنس interval لا تحتوي قيمه المين فبالتالي عمليه الاستيميشن كانت غلط اتمنى كده عمليه ال interval استيميشن يكون معناها واضح هنبدا دلوقتي ناخد مجموعه من الامثله بس زي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم على حالتين الحاله الاولى اللي هي السيجما او ان السامبل سايز يكون اكبر من 30 فلو السامبل سايز اكبر من 30 بنتعامل معاها نفس معاملة إن السيجما نون، هنشوف دلوقتي بنحلها إزاي. يبقى عرفنا حاجة اسمها ليفل أوف كونفدنس دي غالبًا بنسميها سي هي عبارة عن is the probability that the interval estimate contains the population parameter اللي هو في الحالة دي اتفقنا على إنه المين. فلو أنا عندي المنطقة دي هي عبارة عن الكونفدنس interval قيمتها سي فبالتالي مجموع المساحتين اللي هم على اليمين وعلى اليسار دول هيساوي واحد ناقص سي فبالتالي يبقى كل مساحة منهم هتساوي 0.5 في واحد ناقص سي المساحة دي بنسميها ألفا على الاتنين والمساحة دي برضو بنسميها ألفا على الاتنين يعني مجموع المساحتين دول ممكن نسميهم ألفا وبما ان النورمال ديستريبيوشن متماثل ففي هنا على اليمين الفا على الاتنين وفي على اليسار الفا على الاتنين طبعا لو انا عرفت قيمه الالفا اقدر ادخل الجداول واقدر احسب قيمه الزد اوف الفا على الاثنين وبالتالي زي ما هنشوف هقدر احسب الليميتس اوف انترفال استيميشن فمثلا لو كان عندي قيمه الكونفيدنس ليفل ب 95% فبقول ان 1 ناقص الفا بيساوي 95% فبالتالي قيمه الالفا هتساوي 1 ناقص 95 من 100 اللي هي هتساوي 0.05 دي اللي هي بتمثل مجموع المساحتين اللي على اليمين واللي على اليسار فبالتالي كل مساحة فيهم هتبقى بتساوي 0.05 على الاثنين يبقى المساحة دي لوحدها هتساوي ألف على الاثنين اللي, اللي هي خمسة من مية على الاثنين أو خمسين من ألف فخمسين من ألف على الاثنين يطلع لي كام خمسة وعشرين من ألف فبالتالي أنا عرفت قيمة الألف على الاثنين هنا بتساوي كام وأقدر أدخل الجداول أجيب قيمة الزد اللي بتحقق لي الألفا على الاثنين بالقيمه اللي أنا حسبتها. طيب طالما إن احنا هنتعامل كتير مع النورمال ديستريبيوشن ففي بعض الأرقام كده المهمه اللي لازم نعرفها. إن لو أنا عندي مثلا النورمال ديستريبيوشن بالشكل ده فلو أنا أخدت المساحه المحصوره بين ميو و ميو زائد واحد سيجما اللي هي المساحه دي هتطلع القيمة بتاعتها بتساوي 34.1 من عشرة فبالتالي لو أنا أخدت المساحة بقى المحصورة بين نيجاتيف ميو ناقص واحد سيجما وميو زائد واحد سيجما المساحة دي كلها اللي هي ظاهرة قدامنا باللون الأخضر هتطلع قيمتها 34.1 من عشرة في 2 يعني هتطلع ب 68.2 من عشرة يبقى أنا لو قلت لك إن عندي كونفدنس ليفل بيساوي تمنية وستين واتنين من عشرة، في الحالة دي قيمة الزد هتبقى كام؟ تقدر تقول لي إن قيمة الزد هتبقى ناقص واحد وزائد واحد. طيب نفس الكلام لو أنا أخدت المساحة المحصورة بين ميو ناقص اتنين سجمة وميو زائد اتنين سجمة، المساحة دي هتطلع بتساوي خمسة وتسعين وأربعة من عشرة. ولو خدت المساحة المحصورة بين ميو ناقص 3 سيجما وميو زائد 3 سيجما المساحة دي هتطلع ب 99.7 من عشرة في المية فالتلات قيم دول من الأفضل إن إحنا نحفظهم لما نيجي نتعامل مع النورمال ديستريبيوشن في عندي قيم كومن للليفل أوف كونفدنس بنستخدمها كتير فالافضل ان احنا نعرف القيم بتاعتها كام علشان لما نيجي نتعامل معاها نتعامل معاها بسرعه وما نحتاجش ان احنا ندخل الجداول وندور على القيم بتاعتها. اول قيمه هي ال 90% ف 90% معناها ان الكونفدنس ليفل ب 90% يبقى المساحه المحصوره بين النيجاتيف زد وبوزيتيف زد اللي هي المساحه دي هتساوي 90 من 100 فبالتالي مجموع المساحتين اللي على اليمين وعلى اليسار هيساوي 90 من 100 ناقص 100 من 100 يعني هتساوي 10 من 100 فطبعا بما ان المساحتين متماثلتين فاقدر اقول ان المساحه دي لوحدها بتساوي 5 من 100 والمساحه دي لوحدها بتساوي 5 من 100 لو انا دخلت الجداول بقى عند الفا بتساوي 5% في المية او 5 من 100 هقدر اطلع قيمه الزد الزد في الحالة دي هتطلع بالرقم ده اللي هو 1.645 فممكن نحفظ الأرقام دي على طول ونقول لو المسألة جالك فيها إن الكونفدنس ليفل بيساوي 90% فهقدر أقول على طول يبقى الزد بيساوي بوزيتيف ونيجاتيف 1.645 الحالة الثانية إن الكونفدنس ليفل بيساوي 95% ففي الحالة دي يبقى المساحة دي بتساوي 95% يبقى مجموع المساحتين اللي على اليمين وعلى اليسار بيساوي خمسة في المية أو خمسين من ألف لما تقسمهم على الاتنين يطلع لك كل مساحة فيهم بتساوي خمسة وعشرين من ألف فبالتالي قيمة الزد عند خمسة وعشرين من ألف لو دخلت تجيبها من الجداول هتلاقيها تطلع 1.96 فبالتالي تقدر تقول على طول من غير ما تدخل الجداول ان قيمة الزد هتساوي positive او نيجاتيف 1.96 وهنشوف ازاي نستخدمها في حل المسائل بسرعه القيمه الثالثه اللي هي الكونفيدنس ليفل بيساوي 99% ف 99% برضه نفس الكلام ان المساحه دي 99 يعني مجموعه المساحتين دول بيساوي 1% 1% على الاثنين طبعا 1% معناها 10 من 1000 فتطلع 5 من 1000 على اليمين و5 من 1000 على اليسار. لو جينا بقى نحسب الزد اوف الفا بيساوي خمسة من ألف طبعا انا بقول الفا بيساوي لان الجداول لما هتدخل فيها هتلاقي الجداول مرسومه كده وهتلاقي المساحه دي في الجدول هو مسميها الفا طبعا احنا هنا مسمينها الفا على الاثنين بس انت لما هتيجي تدخل الجدول هتدور على ايه على الزد اوف الفا مش زد اوف الفا على الاثنين لان في الجداول بيدي لك المساحه اللي هي اصغر من بس طيب فبالتالي قيمه الزد لما يكون الكونفيدنس ليفل ب 99% هتطلع لي بتساوي كام بوزيتيف اور نيجاتيف 2.575 يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث قيم الافضل ان احنا نحفظهم القيمه الاولى اللي هي عندي ال 90% اللي هي بتساوي 1.645 القيمه الثانيه عندي 95% اللي هي بتساوي 1.96 القيمه الثالثه اللي هي عندي 99% اللي هي بتساوي 2.575 يبقى التلات قيم دول نحفظهم هيسهلوا لنا كتير عمليه الحل. طيب ناخد اكزامبل كده بسيط A random sample of 32 textbook prices is taken from a local college bookstore The mean of the sample اللي هي في اكزامبل 1 كان مديني 32 قيمه هنا اداني على طول ان المين بتاعهم بيساوي 74.22 دولار and the sample standard deviation is 23.44 دولار يبقى هنا مديني قيمة الإكس بار طبعا عرفت إنها إكس بار لأنها سامبل إكس بار وهنا قيمة الستاندرد ديفيشن بتاع السامبل اللي هو اتفقنا هنسميه إس يبقى 23.44 دي عبارة عن قيمة الإس طيب هنا بيقول لي use a 95% confidence level يبقى دي قيمة الـ confidence level and find the maximum error of estimate اللي احنا اتفقنا هنرمز لها بالرمز اي e وعرفنا المعادلة بتاعتها اللي هي بالشكل ده طيب يبقى واضح ان انا علشان احسب قيمة الماكسيمم ايرور لازم اعرف قيمة الزد وقيمة الان وقيمة السيجما طيب نشوف ايه اللي عندنا هنا معروف الان معروفة اللي هي السامبل سايز اللي هو قال هنا بكام ب 32 فهنا دي ب 32 طيب وكنا اتفقنا قبل كده ان في حاله ان السامبل سايز يكون اكبر من او يساوي 30 هقدر استخدم الاس كانها هي السيجما فبالتالي هنا هعوض عن السيجما بنفس قيمه الاس اللي هي ب 23.44 اللي هي نفس القيمه دي يبقى انا هنا عوضت بيها لان السامبل سايز كان اكبر من او يساوي 30 طيب يبقى انا باقي لي بس قيمه الزد والزد دي ممكن نجيبها من الجداول او زي ما قلنا ممكن نحفظها على طول ونستخدمها احنا قلنا من شويه اهو ان لما تكون الكونفيدنس ليفل ب 95 قيمه الزد هتكون ب 1.96 من 100 فبالتالي ممكن في المساله هنا اعوض على طول ان قيمه الزد بيساوي 1.96 فبالتالي اقدر احسب على طول قيمه الماكسيمم ايرور اوف استيميت هتطلع في الحاله دي ب 8.12 دولار يبقى أنا في المسألة دي قدرت أحسب الماكسيموم إيرور. طيب يبقى الميو بتكون جريتر ذان إكس بار ماينس إي وليس ذان إكس بار بلس إي. إحنا عرفنا من المسألة اللي فاتت إزاي نحسب الإي e. وكان عندنا كمان قيمة الإكس فبالتالي أقدر أحدد هنا الكونفدنس انترفل أوف بوبيوليشن مين ميو. فبالتالي لو أخذنا المسألة دي هتلاقي نفس المسألة برضو عند راندم سامبل 32 وادي قيمه الاكس بار نفس المساله اللي فاتت وادي قيمه الاس اند ذا ماكسيمم ايرور اوف استيميت اللي احنا حسبناها كانت 8.12 هنا بقى بيقول لي construct a 95% confidence interval يبقى عايز يحدد ال confidence interval اللي احنا قلنا انها محصورة بين x بار ناقص e و x bar زائد e فبالتالي انا عندي قيمة ال x bar اللي هي 74 وقيمة الـ E اللي هي 8 هطرح الـ E من الـ X بار هيطلع لي إن المينيمم فاليو هنا بتساوي 66.1 نفس الكلام هحسب برضه الماكسيمم فاليو اللي هي بتساوي X بار زائد E هتطلع بتساوي 74 بلس 8 هتطلع 82.34 فبالتالي أقدر أقول with 90% confidence we can say that the cost of all textbooks in the bookstore is between 66.1 and 82.34 يبقى أنا بدرجة ثقة 95% أقدر أقول إن سعر الكتاب بيتراوح بين 66.1 من عشرة دولار و 82.34 و من مية دولار يبقى أنا كده قدرت تعمل انترفال استيميشن لمتوسط سعر الكتاب يبقى باختصار كده علشان نحدد الكونفدنس انترفل هنمشي على مجموعة الخطوات دي أول حاجة هناخد سامبل ونحسب ال N بار طبعا الـ بار بنحسبها من القانون ده معروف وبعدين بنقول specify sigma if known. لو السيجما معروفة خلاص لو السيجما مش معروفة وكان عندي السامبل سايز أكبر من 30 ففي الحالة دي find the sample standard deviation S and use it as an estimate for sigma يعني هنستخدم الاس كأنها بالظبط أقدر أقوله إن دي كأنها بتساوي قيمة السيجما واستخدمها الخطوة التالتة ان انا بحدد قيمه الزد من الجداول وبستخدمها علشان احسب بيها قيمه الماكسيمم او المارجن اوف ايرور قلنا الماكسيمم ايرور اوف استيميت ليه اكتر من اسم منهم مارجن اوف ايرور بعد ما بحسب المارجن اوف ايرور بقدر احدد الليفت اند بوينت اللي هي المينيموم فاليو اللي هي عباره عن اكس بار ماينس اي واحدد الرايت اند بوينت اللي هي عباره عن اكس بار بلس اي وبالتالي يبقى انا قدرت احدد الانترفال اوف ميو اللي هي اكبر من القيمه دي واصغر من القيمه دي طيب ناخد مساله تانية المساله دي بيقول لي سامبل اوف 25 ستودنتس اول حاجه طبعا هنلاحظها هنا ان السامبل سايز ان اصغر من 30 فبالتالي مش هقدر اتعامل مع المساله دي الا اذا كان البوبيوليشن normally ديستريبيوتد والسيجما بتاعته معروفه طيب نكمل قراية يبقى أنا كده عرفت الـ n number of students had a grade with a mean of 2.86 فمعناها إن دي هي عبارة عن الـ x bar of sample، وبعدين قال لي: past studies have shown that the standard deviation is يبقى قال لي على طول إن عنده historical data بتقول له إن ال standard deviation اللي هو sigma بيساوي 0.15 and the population is normally distributed يبقى في الحالة دي أقدر استخدم الزد ديستريبيوشن عادي لأن قل إن الـ population normally distributed وقل كمان قيمة السيجما طبعًا لو قيمة السيجما غير معروفة والسامبل سايز أقل من 30 في الحالة دي هضطر استخدم تي ديستريبيوشن زي ما اتعلمنا في المحاضرة اللي فاتت طيب خلاص هنا عادي النورمال ديستريبيوشن والستاندرد ديفيشن معروف فبالتالي هقدر استخدم الزد ديستريبيوشن. construct a 90% confidence interval يبقى هنا محدد لي قيمه الكونفيدنس ليفل ب 90%, 90 for the population mean grade. طيب الحل هنا ببساطه ان انا علشان احدد الكونفيدنس interval محتاج احدد قيمه الاي e. والاي e القانون بتاعها كده زد في سيجما على جذر ان احنا اتفقنا ان لو كونفيدنس ليفل ب 90% على طول بتبقى قيمه الزد معروفه اللي هي بتساوي 1.645 هضربها في السيجما اللي هو عرفها لي هنا ب 15 من 100 واقسمها على جذر ان اللي هي ب 25 هتطلع قيمه الاي e بيساوي 0.05 وبالتالي يبقى عندي الكونفدنس انترفل هي عباره عن اكس بار بلس اور ماينس اي فهحسب المينيمم فاليو اللي هي بالماينس هيطلع لي 2.81 واحسب الماكسيمم فاليو اللي هي بالبوزيتيف هيطلع لي 2.91 فبالتالي اقدر اقول ان الميو اكبر من 2.81 واصغر من 2.91 وبالتالي الكونكلوجن هيكون with 90% confidence we can say that the mean grade point average for all students in the population is between 2.81 and 2.91. طيب ناخد كمان مسألة بيقول لي: An industrial engineer intends to use the mean of a random sample of size n equal 150 to estimate the average mechanical aptitude as measured by certain tests of assembly line workers in a large industry if on the basis of experience the engineer can assume that sigma equals 6.2 يبقى السيجما في الحاله دي معروفه بتساوي 6.2 بما ان السيجما معروفه والسامبل سايز اكبر من 30 فبالتالي اقدر استخدم الزد ديستريبيوشن حتى طبعا لو كان البوبيوليشن not normally distributed طيب فبيقول لي هنا for such data what can he assert with probability 0.99 طبعا 0.99 هنا اللي هي عبارة عن confidence level يبقى السؤال بيقول لي what can he assert assert طبعا اللي هي انه يكون متأكد with the probability of 99 about the maximum size of his error يبقى هنا حدد لقيمة الكونفيدنس ليفل 99% وحدد لي قيمه الان وحدد لي كمان قيمه السيجما ومطلوب حساب قيمه الماكسيمم سايز اوف هيز ايرور اللي هو قلنا هنرمز لها بالرمز اي e. يبقى الحل ان انا عندي الان بيساوي 150 والسيجما بيساوي 6.2 واقدر من الجداول او زي ما قلنا هنحفظ القيمه بتاعتها ان احنا كنا قلنا عند كونفيدنس ليفل ب 99 من 100 ان قيمة الزد هتساوي 2.575 فممكن نحفظها على طول وممكن تجيبها من الجداول زي ما تحب يبقى هنعوض بالقيم دي في معادلة الاي هنقدر نحسب الاي اللي هي بتساوي زد مضروبة في سيجما على جزر ان بالتالي قيمة الايرور هنا هتطلع ب 1.3 يبقى ممكن نقول the engineer can assert with probability 0.99 that his error will be at most 1.3 يبقى كده هو يقدر يقول بدرجه ثقه مقدارها 99% لو اخد سامبل مكونه من 150 ايتم ان قيمه الايرور لن تتعدى 1.3 في المين اللي هو بيحسبها. طيب واضح طبعا من المساله اللي فاتت دي ومن القانون ان قيمه الايرور بتعتمد على السامبل سايز. وطبعا واضح ان العلاقه بينهم علاقه عكسيه يعني معنى الكلام ان لو انا عايز اقلل قيمه الايرور بعمل ايه في قيمه الان بزود قيمه الان او السامبل سايز يعني كل ما اخد سامبل سايز اكبر كل ما قيمه الايرور قلت عند نفس الكونفيدنس ليفل فهنا بيقول لي جيفن ا ليفل اند ا ماكسيمم ايرور اوف استيميت لو انا عندي الكونفيدنس ليفل اللي هو طبعا اقدر احدد منه قيمه الزد وعندي كمان قيمه الايرور the maximum sample size n needed to estimate the population mean is اقدر احسبه من القانون ده. طبعا في حاله ان السيجما نون اقدر اعوض بيها هنا ببساطه في حاله انها ان نون والسامبل سايز كان اكبر من 30 اقدر اعوض عنها بقيمه السامبل ستاندرد ديفيشن اللي هي رمزنا لها بالرمز اس. طيب ناخد مسألة كده بسرعة على حساب السامبل سايز بيقول لي هنا you want to estimate the mean price of all textbooks in example 3 example 3 لو رجعنا له هنلاقي هنا في example 3 ان قيمة الايرور طلعت بكام 8.12 طيب المطلوب بقى هنا ان انا عايز قيمة الايرور within 5 يعني انا مش عايزها تطلع زي الحالة اللي فاتت اللي هي 8.12 فهعمل إيه علشان أقلل الايرور؟ هضطر إن أنا أزود قيمة السامبل سايز. طيب السامبل سايز المفروض يكون كام؟ ده اللي إحنا المفروض نحسبه هنا. فبيقول لي هنا: How many books must be included in your sample؟ اللي هو عبارة عن السامبل سايز إن if you want to be 99% يبقى هنا مديني قيمة الكونفيدنس ليفل اللي أنا هطلع منها قيمة الزد يبقى if you want to be 99% confident that the sample mean is within 5 of the population mean يبقى هنا قيمة الإي e معروفة يبقى هنا هعوض في القانون اللي شفناه من شوية بقيمة الإي e معروفة اللي هي بتساوي 5 وقيمة الزد اللي إحنا قلنا هنحفظها عند 99% اللي هي بتساوي 2.575 وهضربها في قيمة السيجما اللي هي 23.44 هقدر أحصل على إن قيمة الآن بيساوي 145.7 اللي هي اقدر اقربها ل 146 يبقى اقدر اقول you should include at least 146 books in your sample علشان الايرور يكون 5 دولار او اقل ب confidence level بيساوي 99% طبعا كل ما بزود قيمه الان كل ما قيمه الايرور هنا هتقل عن ال 5 دولار طيب هناخد مسألة تانية نتعلم منها برضو ازاي نحسب السامبل سايز هنا بيقول لي a research worker wants to determine the average time يبقى هنا عايز يحسب ال average time اللي هو ميو it takes a mechanic to rotate tires of a car and she wants to be able to assert with 95% confidence level يبقى هنا حدد لي قيمة confidence level وبالتالي طالما ان قيمه الكونفدنس ليفل اتحددت يبقى على طول قدرت احسب ايه الزد اوف الفا ديفايدد باي 2 طبعا هنا انا حافظ القيمه بتاعتها عند 95% طيب ويز 95% كونفدنس ذات ذا مين اوف هير سامبل از اوف باي ات موست 0.5 مينيت يعني دي معناها قيمه الايرور انها ما تزيدش عن 0.5 minute from past experience that sigma equal 1.6 minutes يبقى هنا كمان مديني قيمة ايه قيمة السيجما how large a sample معناها عايز قيمة ال n will she have to take يعني يجب انها تاخد sample size بكام علشان تضمن ان قيمة ال -error ما تزيدش عن 0.5 minute طبعا عندي confidence level بيساوي 95% علما بان السيجما بيساوي 1.6 مينت طبعا هنعوض بالقيم ببساطه في القانون ان قيمه الاي 0.5 مينت السيجما 1.6 الزد اللي احنا قلنا نحفظها 1.96 هنعوض في الايكويشن دي هنطلع ان قيمه الان بتساوي 40 يعني معناها ان هي لازم تاخد سامبل سايز 40 او اكتر علشان تضمن ان قيمه الايرور اقل من Minute. الحالة الثانية ان قيمة السيجما unknown ففي حالة ان السيجما unknown والpopulation بيتبع normal distribution في الحالة دي زي ما عرفنا المحاضرة اللي فاتت هنستخدم t distribution يبقى بنقول when a sample size is less than 30 and the random variable x is approximately normally distributed it follows a t distribution طبعا التي ديستريبيوشن هو بيشبه الزد ديستريبيوشن بس الاختلاف الوحيد ان بدل ما بنعوض هنا بقيمه السيجما بنعوض هنا بقيمه الاس يبقى التي ديستريبيوشن هنا بستخدمه في حاله ان الراندم فاريبل او البوبيوليشن كان عباره عن نورمالي ديستريبيوتد والسامبل سايز اقل من 30 طبعا لو السامبل سايز كانت اكتر من 30 بقدر استخدم على طول الزد ديستريبيوشن طيب زي ما اتعلمنا ان التي ديستريبيوشن يشبه الى حد كبير جدا النورمال ديستريبيوشن مع اختلاف ان الفاريشن بتاعه بيكون اكبر زي ما اتفقنا والفاريشن ده بيبدا يقل وبالتالي التي ديستريبيوشن بيبقى شبه النورمال ديستريبيوشن كل ما الديجريز اوف فريدم زادت لذلك احنا قلنا ان لو الديجريز اوف فريدم او السامبل سايز زاد عن 30 بنقدر نعتبر ان التي ديستريبيوشن هو هو نورمال ديستريبيوشن وبالتالي بستخدم الزد طيب ناخد المساله دي كده بسرعه بيقول لي فايند ذا كريتيكال فاليو تي اوف الفا ديفايدد باي 2 فور ايه 95% كونفيدنس ليفل طبعا 95% معناها ان المساحه لو رسمت كده الديستريبيوشن هيطلع بالشكل ده المساحه دي كلها عباره عن ايه عباره عن 95% وبالتالي يبقى مجموع المساحتين اللي على اليمين واللي على اليسار مجموعهم ب 5% يعني لما تقسمها على الاثنين يطلع المساحه دي لوحدها او المساحه دي لوحدها طبعا الاثنين متساويين هتطلع 5% على 2 يعني هتطلع 2.5% طبعا لما نيجي نحولها لديسيمل هتطلع 0.0 5 لو حبيت اجيب بقى قيمه التي من الجدول هنجيبها ازاي طبعا احنا عرفنا قبل كده ان احنا علشان نستخدم الجدول بندخل هنا بحاجتين اول حاجه اللي هي قيمه النيو اللي هي عباره عن ان ماينس 1 وفي الحاله دي قال لي وين ذا سامبل سايز از 5 فبالتالي قيمه النيو هتطلع بتساوي 5 ماينس 1 يعني هتطلع ب 4 فهندخل عند نيو بتساوي 4 والالف طبعا زي ما اتفقنا ان الفا هنا مقصود بيها عندنا هنا اللي هي الفا على الاتنين ها فيبقى قيمه الالفا اللي هدخل بيها الجداول هي قيمه الالفا على الاتنين اللي هي 0.025 فهدخل عند قيمه الالفا دي الاقي العمود ده مع الصف ده يجيبوا لي ان قيمه التي بتساوي 2.776 يبقى انا اتعلمت من المساله البسيطه دي ازاي احسب قيمه التي اللي هي مقابلة لقيمة الزد اللي اتعلمناها من شوية يبقى بالتالي الـ confidence level of 95% دي هتكون محصورة بين الـ t بيساوي negative negative 2.776 و positive 2.776 طيب يبقى علشان أحدد الـ confidence interval باستخدام الـ t distribution هي هتلاقيها نفس الخطوات إن أنا باخد sample بحسب لها الاكس بار طبعا هنا بضطر كمان ان انا احسب الاس لان السيجما غير معروفه وكمان بحسب الديجريز اوف فريدم من الاثنين بستخدم القانون ده الان عندي اللي هي من السامبل والاس برضو اللي هي حسبتها من هنا والتي اللي هي جبتها من الديجريز اوف فريدم والكونفيدنس ليفل فبقدر احسب الاي e وبالتالي اقدر احسب اللفت اند بوينت والرايت اند بوينت وبالتالي اكون حددت الاستيميشن انترفل طيب ناخد المساله البسيطه دي هنا بيقول لي in a random sample of 20 customers يبقى دي كده قيمة الـ n اللي هي السامبل سايز at a local fast food restaurant the mean waiting time يبقى قال لي هنا مين the mean waiting time to order is 95 seconds يبقى هنا خد سامبل مكونة من 20 customers حسب لهم الويتنج تايم لقى المين اوف ويتنج تايم اللي هو يعتبر هنا اسمه اكس بار بيساوي 95 سكندز اند ذا ستاندرد ديفيشن برضه حسب الستاندرد ديفيشن منين؟ من ال 20 كاستمرز يعني من السامبل فبالتالي 21 سكند دي عباره عن قيمه الاس يبقى هنا عندي السامبل سايز ان وعندي الاكس بار وعندي قيمه الاس بيقول لي assume the wait times are normally distributed يبقى طبعا هنا طالما ان السامبل سايز اقل من 30 يبقى لازم يكون البوبيوليشن نورمالي ديستريبيوتد علشان اقدر استخدم التي t distribution فبيقول لي هنا assume the ويت times are normally distributed and construct a 90% confidence interval يبقى حدد لي هنا قيمه الكونفيدنس confidence level be 90% وطالب مني احدد له الكونفدنس انترفال يعني عايز الليفت اند بوينت والرايت اند بوينت فور ذا مين ويت تايم اوف اول كاستمرز يعني للبوبيوليشن فطبعا واضح من المساله دي ان قيمه الان ب 20 الاكس بار ب 95 زي ما هو قال هنا وقيمه الاس بتساوي 21 وبالتالي degrees اوف فريدم اللي هي ان 1 يعني 20 1 اللي هي ب 90 برضو كده ايه معروفه والكونفدنس انترفل كمان معروفه اللي هي ب 90% فانا اقدر من الكونفدنس انترفل احسب قيمه T زي ما شفنا في المساله اللي فاتت ان انا هقول الالفا على الاثنين هتساوي 1 ماينس الكونفدنس اللي هي ب 0.9 واقسمها على الاثنين فبالتالي هتطلع 0.1 ديفايد باي 2 هتطلع 0.05 oh وعندي قيمه الديجريز اوف فريدم ب 19 فهقدر ادخل الجداول عند نيو بتساوي 19 والفا بتساوي 0.05 هقدر اطلع قيمه T اللي هي هتساوي 1.729 وبالتالي اقدر اعوض في قانون الماكسيموم ايرور عن T معروفه والاس 21 والان ب 20 فبالتالي أقدر أطلع قيمة الايرور بتساوي 8.1 وبالتالي يبقى قيمة الانترفل إن الـ هطرح منها الـ E وهجمع عليها الـ E فبالتالي هتطلع 95 بلس أور ماينس 8.1 يبقى المينيمم فاليو للكونفدنس انترفل هتساوي 86.9 والماكسيمم فاليو هتساوي 103.1 يبقى أقدر أقول وي آر 90% confident that the mean wait time for all customers is between 86.9 and 103.1 seconds. يبقى انا هنا ببساطة اقدر اقول بنسبة ثقة 90% ان متوسط زمن الانتظار للعملاء هيكون بين 86.9 10 و 103.1 عشرة يبقى انا كده قدرت اعمل استيميشن للمين بكونفدنس ليفل معين اللي هو 90% في الحاله دي طيب ناخد مساله ثانيه بيقول لي هنا راندوم سامبل اوف سايز ان ايكوال 100 از تيكن فروم ا بوبوليشن وذ سيجما ايكوال 5.1 فبالتالي السيجما هنا معروفه طالما ان السيجما معروفه يبقى على طول هنستخدم الزد ديستريبيوشن جيفن ذات ذا سامبل مين از اكس بار طبعا دي هنا اكس بار ايكوال 81.6 يبقى عندي كمان الاكس بار وعندي هنا construct a 95% confidence interval يبقى قيمة الكونفيدنس confidence level بيساوي 95% for the population mean ميو يبقى المسألة دي طالما إن السيجما معروفة بقى استخدم الزد فالحل هيكون ببساطة عبارة عن إيه؟ إن أنا هحسب الكونفيدنس confidence interval اللي هي ميو أكبر من اكس بار ناقص اي واصغر من اكس بار زائد E طبعا قيمه الاكس بار معروفه الاكس بار هنا قال انها بتساوي 21.6 يبقى انا عايز احسب قيمه الاي -E. الاي -E احنا عارفين المعادله بتاعتها اللي هي اما بتساوي زد او تي في الحاله دي طبعا قلنا هيساوي زد مضروبه في سيجما على جذر ان فقيمه السيجما هنا معروفه ب 5.1 فأعوض هنا عن قيمه السيجما هنا جذر ان ودي قيمه الزد اللي احنا اتفقنا عليها لما يكون عندي Confidence ليفل في 95% قيمه الزد على طول هتكون 1.96 فبالتالي اقدر احسب الليفت اند بوينت والرايت اند بوينت وبالتالي اقدر اقول ان قيمه الميو اكبر من 20.6 واصغر من 22.6 يبقى انا كده قدرت احدد الكونفدنس انترفيل بناء على الحاله دي اللي هي بستخدم فيها الزد ديستريبيوشن لان قيمه السيجما معروفه طيب ناخد مساله ثانيه بيقول لي هنا ان 6 ديترمينيشنز اوف ذا ميلتينج بوينت اوف ان الومنيوم الوي يبقى في حد عايز يحدد الميلتينج بوينت للالومنيوم الوي فخد 6 ديترمينيشنز يبقى هنا الان بيساوي كام 6 A chemist obtained a mean of 532.26 degrees Celsius with standard deviation of 1.14 degree. يبقى هنا خد ست قراءات يعني سامبل مكونه من سته وحسب المين اللي هو هنا قيمه الاكس بار وحسب ال standard deviation اللي هي عباره عن اس بيقول لي بقى if he uses this mean to estimate the actual melting point of the alloy what can the chemist assert with 98% confidence about the maximum error يبقى هو عايز يحسب قيمة الماكسيمم إيرور عند confidence level بيساوي كام 98% طبعا في الحالة دي السيجما unknown والسامبل سايز اقل من 30 فبالتالي هستخدم التي ديستريبيوشن يبقى عوض هنا بقيمه الان بيساوي 6 وقيمة ال S بيساوي 1.14 من ال Confidence Level بيساوي 98 هطلع من هنا بإن قيمة المساحة اللي على اليمين والمساحة على الشمال بيساوي 1-0.98 divided by 2 فهتطلع المساحة دي هنا ب1 من 100 والمساحة دي كمان ب1 من 100 علشان تطلع المساحة اللي في النص دي ب98 من 100 يبقى هندخل الجداول عارف انا قيمه الالفا ب 0.01 وعارف قيمه النيو اللي هي بتساوي ان 1 يعني 6 1 تساوي 5 فبمعلوميه القيمه دي والقيمه دي هدخل التي ديستريبيوشن تيبل واطلع قيمه التي هتطلع بيساوي 3.365 هعوض بقيمه التي في معادله الماكسيمم ايرور هلاقي ان الاي e بتساوي التي مضروبه في اس على جذر ان عند قيمه الاس وعندي قيمه الان وعندي قيمه التي فبالتالي هتطلع الاي e بتساوي 4.24 يبقى انا كده قدرت احسب قيمه الماكسيمم ايرور اللي هو طالبها يبقى نقدر نقول thus the chemist can assert with 98% confidence that his figure for the melting point of the aluminum alloy is off by at most 4.24 degrees يبقى هو هيكون واثق بنسبه 98% ان قيمه الميلتينج بوينت اللي هو حسبها ماكسيمم فيها ايرور قيمته 4.24 degrees طبعا أربع درجات بالمقارنه ب 532 درجه طبعا يعتبر رقم صغير جدا فبالتالي طبعا قيمة الاستيميشن اللي هو طلعها مقبولة فهنا هو هيقدر يقول لو انا قلت لك بقى حدد لي الكونفيدنس انترفل هتقدر تقول لي هنا ان المين اوف ميلتنج بوينت اكبر من ال 532 ناقص 4 يعني تقريبا ب 528 واصغر من ال 532 زائد 4 يعني 536 يبقى هو هيكون واثق بنسبه 98% ان الميلتينج بوينت اكبر من 528 واصغر من 536 طيب يبقى خلونا ناكد بقى بسرعه كده المسائل دي امتى نستخدم النورمال ديستريبيوشن اللي هي الزد وامتى نستخدم التي ديستريبيوشن بسال اول سؤال هل الان اكبر من او يساوي 30 لو ايوه يبقى استخدم الايه النورمال ديستريبيوشن على طول اللي هو الزد طيب لو السامبل سايز اقل من 30 نبدا نسال بقى السؤال الثاني از ذا بوبيوليشن نورمالي اور ابروكسيميتلي نورمالي ديستريبيوتد ولا لا لو كان نورمالي ديستريبيوتد او ابروكسيميتلي نورمالي ديستريبيوتد لو كان نورمالي ديستريبيوتد او ابروكسيميتلي نورمالي ديستريبيوتد هبدا اسال سؤال ثاني هل السيجما معروفه ولا لا لو السيجما معروفه هنستخدم النورمال ديستريبيوشن طيب افرض ان السامبل سايز كان اقل من 30 وما كانش نورمالي ديستريبيوتد يبقى في الحاله دي مش هنقدر نستخدم ولا النورمال ديستريبيوشن ولا الزد ديستريبيوشن والحاله دي مش علينا في المنهج بتاعنا طيب يبقى احنا اللي علينا بس حاله ان الان اكبر من او يساوي 30 هنستخدم النورمال ديستريبيوشن لو اصغر من ال 30 وكان البوبيوليشن بيتبع النورمال ديستريبيوشن هنشوف لو السيجما معروفه هنستخدم النورمال ديستريبيوشن لو السيجما كانت غير معروفه هنستخدم التي ديستريبيوشن اتمنى كده المحاضره تكون واضحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته